عضلة القلب هي عضلة الحياة، هي اللي بتعمل بتزود الجسم كله بالدم على اساس الانسجه كلها تشتغل بالشكل المناسب والشكل الصحي، وزي ما هي لو حصل فيها اي مشكله ممكن تاثر على الجسم كله بما فيهم الجهاز العضلي والحركي. فضعف في عضله القلب ده معناها في ضعف في الترويه او تمرير الدم بشكل مباشر للعضلات او الجهاز الحركي، وبالتالي ممكن يؤدي الى ضعف في عضله القلب. نمرة 2، ذكرت في أبحاث كتيرة أنه بعض الأمراض زي فشل عضلة القلب بيخلي الجسم يفرز بعض المواد اللي ممكن تعمل ضمور في العضلة، وبالتالي الاتنين دول ممكن بيأثروا بشكل مباشر على المفاصل. عدم حركة المفاصل نتيجة ضعف العضلات ممكن يؤدي إلى خشونة زي تآكل في الغضاريف في مفاصل زي مفاصل الركبة أو الفخذ أو الكتف. وبالتالي نصيحتنا أنه حفاظك على الحفاظ على عضلة القلب مش بس حفاظ على الدورة الدموية، لا، أنت بكده كمان بتحافظ على الجهاز العضلي والجهاز الحركي في الجسم.